ضيوفنا اليوم احمد الصالح رضا براوي محمد العيار وسامي العروسي. نحكي توا على الملعب التونسي. محمد نجيك لك انت. الملعب التونسي كان طلب كيف كيف ظهر الترجي حل الباب الداخليه كيف كيف وافقت تحل الباب للناس الكل. بوليميك جديده بين الملعب التونسي، هل باش تصير مقابلته مع ايتوال في رادس ليلا؟ كيفاش تشوف مشروعيه الطلب نتاع الستاد؟ كل فريق تعرف يطالب حقوق اكيد. الملاعب ديما ماذا به يلعب بعد شقان الفاتر يبدا مرتاح، يبدا فهمت حتى في اللونترينمون اليوم وقت الملاعب يترنى بعد شقان الفاتر يعطي البلوس. نعرفوا نحن وقت تبدا صايم فما اشكاليات كبيره وكلنا نعرفوا، صحيح قبل كنا نلعبوا صحيح قبل شقان الفاتر، لكن اليوم مادام عملنا بول ومواتيه معناتها في هالمجموعه نتاع البلاي اوف معناتها موات انك باش تلعب في اربع ملاعب ومواتيه باش نجم تلعب مباريات في الليل، لما لا؟ زاد الملعب التونسي خاصه تعرف ان الملعب التونسي قاعد يلقى في صعوبات شويه، صعوبات في الملعب نتاعو خاطر الملعب صغير، تجي في الفرق تسكر عليه ما تخليه، والملعب التونسي كيب تكنيك هذاك. علاش الملعب التونسي شاف انه علاش لا لما لا زاد هو يلعب في الليل، وباش نشوفوا راهو ديما بالنسبه لنا احنا سواء ملعب تونس سواء الترجي الرياضي سواء النادي الافريقي وسواء النادي راس الصفاق سواء النجم الساحلي، نحبوا نشوفوا كوره. احنا اليوم كمشاهدين نحبوا نشوفوا كوره، نحبوا برشا حجم لعب. اليوم تجيب الملاعب تلعبوا ماضي ساعه ونص ولا ساعتين ونص، شنو الحجم اللي باش يعطيه لك لاعب؟ انت احنا هكا ونلعبوا في 20 و22 دقيقه، خليه يبدا صايم، معناتها باش يبدا طايح. انا يعني كنت خدمنا برشا مرات في رمضان، معناتها الامانه الملاعبيه مسكيني حتى نوقفوا فيها، كان نتذكر نوقفوا في 30 مينوت في 28 مينوت نوقفوا باش الملاعب يصب شويه ماء على راسه، سيرتو تبدا تلعب بعيد شويه على تونس العاصمه تبدا شويه الدنيا سخانه، كان في رمضان وقت تجي في سخانه معناتها الملاعب يتاثر على المردود. وهذا علاش الملعب التونسي اليوم من حقه باش يطالب، وهذا معناتها شيء معناتها الناس كلنا نحترموه. الملعب التونسي يحب يلعب خاصه تعرف اليوم الملعب التونسي صرف برشا فلوس، عنده برشا تعاقدات جديده، طموح مشروع باش الملعب التونسي يحب يلعب في الليل باش يحافظ على المستوى نتاعو ويقدم المردود، ونشوفوا برشا لعب ونشوفوا برشا خاصه نشوفوا اليوم عندنا ملاعبين كاليبر كبير كما هيثم الجويني اليوم قاعد مهاجم المنتخب صحيح ما قدمش مردود كما الخضراوي كما بلال ماجري، فما ملاعبيه اللي ماذا بينا نشوفوهم معناتها في المردود نتاعهم يتحسن كما كان في بدايه المباريات في البطوله. اليوم شفنا برشا اشكاليات على مستوى توقف البطوله وعوده البطوله، هذاك علاش اليوم الملعب التونسي يحب يلعب ليكارت الكل، ما يحبش يلقى يحب يستعمل كل ليكارت باش يكون لما لا يطمح في الترتيب نتاع البطوله في مركز يخليه باش يكون في مثلا نجم نقولوا في الدوري نتاع بطوله افريقيا او الكاس الكاف، لما لا طموح مشروع. وان شاء الله نشوفوا اهم شيء مباراه ممتازه، وان شاء الله ما تتطورش الامور كبيره برشا. راهو جيس نرجع كلمه برك على حمدي العبيدي، راهو انت ولد النادي الافريقي والافريقي ولد حمدي العبيدي، معناتها راهو شوفوا السوليسيون، وراهو الكره نحن ديما ماذا بينا الكره تقرب ما هيش تبعد، ما هيناش نتاع ما هيش باش نلقاو معناتها نحن نكبروا الدنيا الكل، راهو نحبوا نشوفوا كره. اكيد الملاعبي توا فما ناس للامانه سلام افتقدناهم قدم، ياك العقليه نتاعنا، ياك اللي عندهم البوا حمالك يا جيت مسؤول رجعوا ولعبوا في الديربي، رجعوا ولعبوا في الديربي. فما الناس هذوما تو شوف الرياكسيون. اسلام اسلام صارت لنا مره حكايه هكا مع شكري الوعر وسلم شيبو، صارت لنا مشكله وصار البرات فير بينهم زوز، وعملت لي كلينا ثلاثه مع ليتوال وقت شكري الوعر من الاول ما حبش يلعب، وكي جاب بن يحيى بعد ما يفريدي خاطر ما يفريدي ما لقاش الحل كيفاش يقرب بين شكري وسليم، كي جاب بن يحيى بن يحيى لقى الحل فيس. شنو هو لقى الحل؟ بما ان سليم يحب رساله اعتذار من شكري وشكري راسه صحيح، يجي شكري نعملوا رساله اعتذار، وبما انه شكري طالب نقول احنا عنده حاجات طالبهم وسليم مكبش لقى ثنيه اخرى يعني صوت الحكمه ورجع شكري للعير. معناتها ثم ما صارش ديكلاراسيون لا 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 ثم هبط الاعتذار في الجريده. لا خلي الاعتذار المشكله تكلم عليها شكري، لكن الناس كل سمعت اللي سليم جاوب قال وقتها ما عندناش شكري اللي يعرف اللي في تذكر وقت قال ما عندناش شكري اللي يعرف اللي فيكتيف هو اللي يقصد سيري ذا هو شكري اسكو عمل تدوين عمل حاجه انا شكري ما لعبش عمل اسوء اسوء عمل اسوء من اما شو ثم شكون جاس كما قال سلام ثم صوت الحكمه اللي يلقى الانترميديال. نحب نرجع لك شويه على حمدي العبيدي. اي فوالا نحب نرجع لك شويه على فصل الاستاد. اي اي بيان سويت والله التشخيص نتاع الكرة التونسية، تو واحد بو يمشي يشري كرتابة لولده يشري له كتب ويشري له كراسات ويشري له درا شنو نقول احنا تفوت ال 200,000 ولا 300,000 يعمل لكم يشري له ستيلوات
علاه سيدي راني تمتعنا ما فيهمش ضوء يا الله، يعني ما عندناش طاقه شمسيه، ما عندناش نستخدم، ما عندناش كل ما عندناش تيرانات. لا لا ناحيه تاع تيرانات نقولوا علاش التيرانات نتاعنا ما فيهمش ضوء؟ بالله يا بلديه تونس، بالله راهو الفوتبول توا مش حتى في رمضان راهو يتلعب في الليل. شو راهو الشو سبيكتاكل والناس والراحه، راهو احنا رانا تحبوا بالسيف تخلفونا، معناتها نقولوا احنا ترجعونا متخلفين، تحبوا ترجعونا في دوله ماهيش متحضره. تاهو الخليج هنا يعني هم يلعبوا في الليل، تاهو هنا في مصر هم يلعبوا في الليل، المغرب يعني المغرب يلعبوا في الليل. علاش يعني البلاد هذه قاعد فهمتش انا خوف؟ هل انه خوف من شنو؟ تونس ما تنجمش تعيش في الليل؟ خاطر نسبه كبيره من جمهورها مش متحضر. اي يعني ما نجموش نعيشوا في الليل احنا. اللي انا راني في ولد تونس، نعرف تونس، اخي تونس ما تتعاشش في الليل. بالعكس في الليل احسن. ايه كي تتعاش في الليل تونس ما عندناش المويان ترونسبور، ما عندناش الحاكم، ما عندناش. هل انا تتزوج شكون البوان الفيبل فين؟ تو استاد تو تعمل تيران ملعب التونسي، تعمل تيران باردو وتصرف عليه ارضيه وتصرف عليه مدارج وتصرف عليه، راه تلقى البوتويات راهو محطوطين راهو ويترانيو راهو في الليل. من بعد يقول لك ليه ما عندناش الضوء. لا الضوء مش بتاع ماتشوي، مش بتاع ماتشوي تاع اونترمون. اي معناتها البلديه مش مش إيه. انا كجمعيه، انا كجمعيه كجمعيه نطلب الضوء ونطلب باش تمشي الرابطه تضغط على البلديه. انت تو ابسط تيجي بصراحه رمضان الكوارجي بالنسبه لي انا عملت 50 سنه تو اخي شر في الكوره ديما في العام هو شهر رمضان. أصعب حاجة للكوارجي هو الصيام في رمضان. الصيام. وجيت بريود في أيامات السيف معناتها في أيامات السخونة، السخانة معناتها تو كنا شوية. باقي الصيام والفوتبول ما يتلقاوش. الصيام والليفور فيزيك القوي ما يتلقاوش. الصيام والماتشوات القوية، القوية نقول الماتشوات القوية 90 دقيقة راهم ما يتلقاوش. نجم من نهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث، نهار الرابع، نهار الخامس، نهار العاشر يبدا بدنك يتيح، يبدا بدنك يضعف، نجم ترد، تنجم تنجم لي بليسير الماء، راهو برشا حاجات. راهو الصيام وتجي الملاعب يدخل وفطر، تي حرام، تي حرام تركب لروحك اثم وتركب للملاعب خانتم، تركب لروحك اثم وتركب للملاعب اثم وتركب للمجتمع اثم وتركب لعائلته اثم وتركب الكارير واثم. عليه حرام. خلي الملاعب يسيم، خليه يترانى في الليل، خليه يلعب في الليل. خاطر اذا كان حتى لو كان باش يترانى في الليل باش يعطوه الماء في لونترمون باش يركيبيري، ما يتضربش باش يشرب الماء بعد الماء بعد لونترمون باش يشرب الماء. حتى كي ياكلش حتى ياكلش حتى ياكلش كعب بنان قبل الطرح، ياكلش حتى حاجه تعطيك انرجي تعطيك كذا. مانيش نقول انا كسكر لون تعطيه مقارونه ولا باش تعطيه كذا، تنجم تعطيه حاجات اللي نجم يعطيك روندمون. طالب روندمون وطالب ماتشات قوي وجاي ب 40,000 ولا 30,000 وتصدر في مقابله تاع كوره ايه عندها الحق الملعب التونسي تلعب في الليل، وعندهم الحق الجمعيات الكل يحبوا يلعبوا في الليل، والا توقف الكوره في رمضان. لان احنا دوله اسلاميه ماناش دوله كافره. ما تجينيش بسيف تقول لي راني انا نحبك تفطر. ما تجي انا صارت لي يجي انا صارت لي يقول لي افطر، قلت له ما نفطرش ما نحبش نفطر. ثم دي بيريود كنت صغير كانت السلطه قويه، لكن كي وليت في الفريق وليت تيتولير وليت كذا وليت عندي قيمتي في الفالو وعندي كذا لا ما نفطرش وكسحت. هذيك هي الكوره. شوفوا حل الحل الصحيح انك تصلح التيرانات، الملعب التونسي تعمل له الضوء في تيران تاعو ويلعب في الليل، والتيرانات الكبيره نقول احنا تو عندك صفاقس يقول لك ما تلعبش في الليل، حتى سوسي يقول لك ما تلعبش في الليل. كان داير لي رد سلام الملعب التونسي يعني المشكله هذيك كان المشكله. حابين نكمل لك على كلامك. الملعب التونسي كان ياخذ ترخيص قبل كنا نلعبوا في الكور، خاطر علاش؟ بالنسبه لهم هما الملعب في باردو قاعد يعمل في اشكاليات كبيره برشا على مستوى سوى جاي في حومه خاطر وجاي في حومه. بالصيف تقريبا اول موسم خذينا لومولوغاسيون نتاع التيران نتاع الملعب التونسي تو ولات تلعب، دونك فما برشا حاجات ناقصه فيه التيران. صحيح قاعده الاداره عملت فيه برشا حاجات، برشا معناتها سيرتو او نيفو معناتها عملوا سال ميسكيلاسيون عملوا فيه معناتها حتى كان نشوفوا معناتها سال دو كونفرنس دو بريس تحفونا برشا غيروا منه حتى من ليفيستير ولاو ليفيستير باهيه وكل شيء عملوا كل شيء، حتى الدخلات ولاو دخلوا من جيره السمران من جيره باردو عملوا برشا وقعد الستيل اللي حاجتنا به الضوء معناتها
الضوء توا اللي تعرف الضوء لازم امكانيات كبيره، لازم فما سلطه اشراف زادت عليه امكانيات كبيره عليه. هذا شنو عملنا تيرانيت كوره رانا مثلا كيما الوحده باش تكلف نتاع الضوء ما تكلفش فوتش 120 مليون اللي باش تعطيك موجود لي بوتو. اي ما عندكش انت ما عندكش 120 مليون باش تعمل خزنه كبيره ستيك ما تنجمش تمول ولا باش تعطي تيران كوره اللي حبيت تقولوا له. ايه ماهوش امكانيات ما نهولوش الامكانيات نتاع الضوء. راهي تنجم تكون حاجه متعمده راهو ما يعملوش الضوء في الملعب بطبيعه بطبيعه. انا متاكد هي متعمده تلعب في الليل تجيب جمهور مثلا من فرق مختلفه ومن باردو تصير امنيا متاكد متاكد اللي هي متعمده عوام متعمده مش حتى تو من اول الفينيات ولا من اول وهي متعمده الحكايه. سي مثلا يمس من تكافؤ الفرص مثلا ستات تستقبل تستقبل السي اس اس في باردو بار كونتر تستقبل ليتوال في راتس. شنو رايك؟ معناتها لعبت اون ديبلاسمون سي تونيزيان كي توا لعبت مع الاسبيرونس في تونس هكا ولا؟ سي اس اس سيرتو الاسبيرونس اون ديبلاسمون تسمى اي دونك تلعب اون ديبلاسمون انت كونتر ليتوال كون لو فيو با. شوف خلينا نتكلموا كلام هذا من قبل راهو ماذا بينا نلعبوا في الليل لكن ديسبيرونس الكلوب ممكن ليتوال ممكن صفاقس يزون لي مويان فما ضوء. اولا ساعة المشكله اللي قالها خويا صالحي كلام صحيح ثقافه المتفرج. يقول القائل في الفطار 15000 متفرج في كارتاج وفي الليل وفي الليل ويخرجوا في كارتاج مش كيما كارتاج ماتش ماضي يتفرجوا في مسرحيه ولا يتفرجوا في كيما ماتش كوره فيه نوعيه المتفرج ما تحب باهي سلام سلام. ما هو هنا بعض احيان الاعلام وكانه يشجع في هالمشاكل هذه. لا يا اخوي انا تفرجت في ليفربول اخر تو تو ليفربول والسيتي ربع ساعه ولا ربع دراج لي دوز ايكيب مع بعضهم في التيران ولا فما بيست ولا فما شيء وما تشوفش بوليسيه تشوف في ناس معنا معنا يعني شيء دوخ. الى متى باش نقعدوا؟ الى متى؟ تقول لي انت ليكيبات يعملوا ضوء يا ولا من يقول لك خويا ما نجمش انا يا ولا من يقول لك ويحكم عليك يجيب 10000 بركه يا وانا كاسبيرونس ولا كلوب افريكان ولا ليتوال عندي 17 سنه فانا ابوني هي والاخرين نقول لهم ما تدخلوش معناتها برشا عوامل مشاركه في هالمشكله هذيا مش النوادي بركه راهو الامن له دور اي نسمع في بالنا في بالنا والحكومه لها دور اي ما يا جماعه يا جماعه فيقوا شويه رانا مشينا معناتها شنو اللي مازال ما عملناهش نشوفوا راهو جيران اخويا سلام جيران خليني من ليفربول يا خويا جيران يعني نتفرج في الشامبيونات تاع المغرب نتبع فيها ما شفت حتى مشكل ما شفت حتى البوزه بالترا دبوزه للدواء فارغه ما شفتهاش علاش ما يفوز لو موندي البنيه التحتيه قويه برشا ما فما حاجات سامحني يا خويا محمد فما حاجات حتى على الناحيه السياسيه والاقتصاديه الشيء اللي نشوفوا فيه راهو يضرب البلاد فما شكون قال تونس ما فيهاش امان مي بيان سور من انسان مستثمر باش يدخل تونس يقول لك تونس ما فيهاش امان يهاو الامن خايف على روحه في الليل ما ينجمش يامن دونك يفو تروفي لا سوليسيون الامن له دور الجامعه لها دور المتفرج هو المسؤول الاول يلزمك تحافظ على بلادك يلزمك تحافظ على جمعيتك تو ربي تعمل لي كارتا وتعمل لي درشنو وتلوح افلام تخسرني انا في 10 ملايين وسي سبونسيون وتلعب باوي كلو اشكون خاسر في الاخر دي ما هو الجمعيه كلام الصالحي صحيح راهو لي سيبورتير عندهم برشا عندهم دور كبير 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 برشا راهو وقت اللي يقول لك الامن انا ما نجمش اخويا نلعب في الليل ما نجمش عنده حق لكن يقول القائل شبي شامبيونز ليغ لاسبيرونس وليتوال لعبوا في الليل شبي لاسبيرونس والاهلي المصري لعبوا في الليل وشي ما صار والحمد لله وشبينا قبل كنا نلعبوا في الليل وما عندناش مشاكل الحاكم الدوله لها عندها هي الحلول يلزمك تلقى حلول من الناحيه الامنيه من ناحيه الانفراستركتور لي تيران خويا وين وين ماشيين وين ماشيين باهي نحكي شوية على اتحاد المونستيري نجيك لك انت احمد ظهلي بعد اقالة القطيع مع محمد الكوك الفريق اقترب بشكل كبير من الاسعد جردة هل تشوفوا انه الخيار المثالي معناها الفريق باش شو اعتبارا تجربته الاولى مع الاتحاد مع الاتحاد المونستيري الراعي لاسعد جردة اختيار مثالي لكن انا سؤال نطرحه علاش تمت معناتها اقالة محمد الكوكي لماذا؟ شنو اللي صار باش تنحيه؟ هل انت الاتحاد المونستيري معناتها باش تنافس 100% على الشامبيونات ولقيت روحك خارج من اللعبه تنحيت الكوكي؟
الكوكي عمل باركور طيارة على الاخر مع الاتحاد المنستيري في مرحلة المجموعتين. الاتحاد المنستيري قدم مباريات كبيرة، لكن بعد انت كتخرج له ابرز الملاعبية وما تعوضهملوش بملاعبية في مستواهم والا خير منهم، عادي جدا باش النتائج تتراجع، وعادي جدا باش الاتحاد المنستيري الهزائم اللي تعرض لهم عاديين جدا، ما هيش نهاية العالم. الاتحاد المنستيري يخسر وقت اللي معناتها الافكتيف نتاعو تقريبا ابرز ملاعبيه خرجوا. انا ما نشوفش شنو السبب وجيه لمغادره الكوكي الاتحاد المنستيري بصراحه. يعني قرار غير مفهوم بالمره. علاش ما تفهمش؟ ريت المشكله نتاع الفوتبول نتاعنا دائما نلوجوا على كبش فداء. كبش الفداء دائما في اغلب الوقت هو المدرب. انا راه البروفيل نتاع الاسعد جرده، والا فما كلام على يمكن عوده فوزي بنزرتي زاد ما تروح خاطر فوزي، لكن نسبه كبيره باش يكون الاسعد جرده. الاسعد جرده بروفيل ايديال بالنسبه للاتحاد المنستيري في الوقت الراهن، بما انه عرف ليكيب يعرفها بالكدا ويعرف الانتوراج تاع الجمعيه ولي كوليس تاع الجمعيه وعمل معها نتائج باهيه. انا ديما اسلام ضد عوده مدرب الفريق عمل فيه انجاز. احنا مشكلتنا اغلب المدربين التوانسه والعرب ما نعرفوش كيفاش نخرج. نخرجوا ونرجعوا ناكلوا العصام بعد. هذه راهو ولا مدرب عمل بيرفورمانس مع فريق وكي رجع عمل كيفه ولا خير منه. اغلبيه المدربين فوزي بنزرتي يمكن استثناء. يمكن استثناء مع شكون؟ مع السبيرو. مع النجم الساحلي. ما نجحش مع الترجي. ما نجحش فوزي نجحش مع الترجي. ما نجحش مع الاتحاد المونستير. دائما اغلب، انا قلت اغلب ما قلتش كل، يمكن فوزي الاستثناء. دائما يعمل انجاز يمشي دور دور ويرجع بعد يخرج من الشباك. مش كنا نرى حتى مدربين عرب ما نعرفوا. شوف بالماضي، شوف المدرب تاع المنتخب المغربي، شوف حسن شحاته، نبيل معلول، الامثله معناتها عديده وعديده جدا. ما نعرفوش نختاروا التوقيت الخروج. سامي انت لعب في المستير وتعرف شويه الفريق، نكمل مع كلام احمد. وقت اللي انت تبيع ملاعبيه نتاعك واللي هما احسن مهاجم في تونس تراوري كيف كيف مع زياد العلوي، انت كانك عديت ميساج انك ما حاجتكش بالشامبيونا معناها، خاصه انك ما تعوضهمش. علاش تحمل المدرب مسؤوليه من بعد؟ هو الاقاله اللي صارت كاينك حاجتك بالشامبيونا، عندك كاينك حطيت نقول احنا الاتفاقيه مع المدرب انه يهز الشامبيونا والا اتفاق على الشامبيونا. لا معناتها كيما انتهى من قبل. خنت تو انا نحيتك من دو ماتش. لا 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 هذه غلطه من الغلط. اي خنت تو انا نحيتك من اوبجيكتيف. استنى انا نحيتك من فوالا لوبجيكتيف اللي حاطينه توا بارامون هما كاينه يهز الشامبيونا لانه عمل نيلو بديفيت. انا نحيك ما تنجمش تحط اوبجيكتيف وانت تبيع في الملاعبيه. فوالا خمت يا موسى، اذا كان انا حطيت الاوبجيكتيف انك تهز الشامبيونا عملت شنو انت؟ تو شنو اللي صار؟ اللي ما يتبعش الكوره يقول لك نيلو ديفيت ناحيه الانترونور. يا اما حطيت اوبجيكتيف معاك شامبيونا والا دوزيام بلاس باش نمشي لبطوله افريقيا للانديه البطل. اللي صار انه ايكارتي خرجوا، دونك عطيت مسؤوليه وزيدك نرجعوا لبيع الملاعبيه والمسؤوليه اللي عطيته، دونك حطيته في مسؤوليه صعيبه وزيد كملت بعت له الملاعبيه. يعني انت هنا لمت المدرب وما تصورش كان الاتفاقيه، كيف نرجع الاتفاقيه صارت انك باش تشد الشامبيونا، ما نصورهاش الاتفاقيه تفرض عليه، يمكن الاسبيرونس تعملها يمكن ليتوال. اما كمستير ولا كملعب التونسي ما تهز الشامبيونا ولا تخرج شويه من الباركور ولا تبعد شويه ناحيك، هذه تصير كان في الجمعيات نقول احنا اللي فرضت واللي صارفه واللي حاطه الباكو بالسو الشامبيونا. دونك هنا ثم ظلم، متاكد لي ثم ظلم، لان الباركور الاولاني كل تاع المستير كان مريقل كان باهي، ترشح في الدوزيام ترشح في الدوزيام بلاس، كان الروندمون باهي زاد مش خايب، كانت النتائج باهيه. دونك على ماتش تقريب مع الكلوب افريكان ويلعب بعشره ومعناتها وماهيش ريزلتا معناتها معون دي بلاسمون تجي تعمل هكا تنحيه. دونك راه ثم ظلم كبير، والظلم هذايا راه ينجم يعمل بيرتيرباسيون في ليكيب، ينجم تدخل في زون اخرى. اللي بتي ديتاي الاخرين ما نعرفوهمش خاطر الحاجات اللي موجوده ماهيش مقنعه. يعني انا كي نبدا نحلل في حاجات مقنعه ما لقيتش، كيما قلت لك ما لقيتش ثم اوبليغاسيون تاع شامبيونا، ما لقيتش انه تنجم مدرب يقبل الاوبليغاسيون، ينجم كان يخرج يقول لا يا ولدي ما عنديش اوبليغاسيون تاع الشامبيونا ولا ديزيام بلاس. وزاد كيما البيع الملاعبيه معناتها حطيت انت البيع الملاعبيه وما جبتليش ملاعبيه، دونك وزيد تحكم عليا باش تردني يعني كاسم معناتها تنحيه. واي ما يكون المعوض يا لسعد جرده يا فوزي البنزرتي راه ثم ظلم للكوكي. وفي البطوله الكوره هذه في تونس العقلانيه تفقدت
وما عادش حتى نجمو نحلو، ما عادش نجمو نحكيو، ما عادش نجمو ندخل في موضوع ونقول، ولينا نقولوا بالك ثم حاجه اخرى في عقليه كبش الفداء. ليه بالك ثم حاجه اخرى في الـ في الـ ما عرفش انا في الليكيب ماهيش واضحه، لكن لكن انا نقول ماهيش موضوعيه اللي صار. محمد انت قريب شويه ظهر لسعد جرده، نورمالمون تم الاتفاق تقريبا بنسبه كبيره برشا. البارح لسعد جرده كان متواجد في تونس، هبط من النمسا وتحول من المونستير وتفاوض معاهم، تقريبا ممكن تكون اليوم اول حصه تدريبيه مع الاتحاد الرياضي المونستير. غير تقريبا الجهاز الفني كامل تقريبا متغير، لكن ما نجمش نعطي معناتها حاجات ما دام ما فماش ما صارش التوقيع، تعرف خاطر هذه ما حاجات التوقيع هو اللي ينهي كل شيء. التوقيع هو اللي ينهي، لكن لسعد جرده البارح متواجد هبط لتونس وتحاول مونستير وتفاوض تعرف لسعد مش بعيد، مش غريب على الدار، يعرف كل شيء، كل كبيره وصغيره تقريبا يتبع في البطوله التونسيه. ولد معناتها نجم نقولوا الديبار نتاعو كان في الاتحاد المونستيري، لكن كلمه في حق محمد الكوكي للامانه، معناتها رغم اللي الاداره هذه خدمت معاها قبل نعرفها بالقداء، ممكن كما قلنا ديما احنا المدرب هو كبش الفداء، لكن فما شويه هما يعاتبوا عليه على الديكلاراسيون بعد ديما الدو ماتش اللي عملهم، فهمت التحليل المسؤوليه تاع الاداره. هذا شنو هو تقريبا لكن اللي نعرفه انا معلم محمد الكوكي نعرفه، معناتها الناس كل نعرفه خدام في بالك. محمد الكوكي اكثر مدرب لعب في البطوله الوطنيه موجود حاليا بالنمبر دي ماتش، معناتها الناس كل لازم هذيا اونتر بارونتيز باش الناس الكل تعرفها، خاطر فما ممكن الناس يتجاهلوها. معناتها تقريبا نجم نقول لك ممكن اكثر من فوزي البنزرتي في البطوله التونسيه نحكي. اكثر من الكباير؟ اكثر من الكباير، لا اكثر من الكباير، اكثر من تقريبا راهو داره، معناتها مش صغير في التدريب، معناتها عنده. لكن تظلم ديما، احنا ديما نقولوا، احنا كمدربين نظلموا اكيد بعد النتائج. ديما احنا في تونس دو تروا ماتش بدل شانجمون فيريفي المعلومة، خاطر فما نبيل الكوكي زاد هذا اللي عمل برشا ماتشات زاد كيف لكن فيريفي. انا نتصور بالنسبة لي انا اللي نعرفه مع الموسم الفارط الموسم اللي قبله كان محمد الكوكي هو اكثر مدرب لعب في البطولة الوطنية. زيدا بسرعة مع عندنا برشا وقت، حتى فوزي البنزرتي اسمه كان مطروح شوية في الاتحاد المونستيري، ما مشيتش معاه فوزي في الوداد. البارح كانت هزيمة أخرى ضد فريق اتحاد طنجة في البطولة المغربية 2 بلاش، وحتى نعطيك بعض الأرقام. الفوزي مع الوداد من 15 ديسمبر شد الفريق، عمل 6 هزائم مش متعودين برشا في الوداد مع فوزي، كيف 5 تعادلات و5 انتصارات. شوف فما حاجة لازمنا نعرفوها، انا بالنسبه لي انا ديما جو ديفون اونترينور، علاش؟ خاطر الجمعيات يظلموا فيا. اذا محمد الكوكي اقلوه من تدريب الاتحاد المنستيري على النتائج، من توا نقول له مبروك الى الاتحاد المنستيري والى لسعد جرده، نقول له مبروك البطوله. توا انت كي نحيته على خاطر ماهوش باش ياخذ البطوله وجبت لسعد جرده باش يجيب لك البطوله. هو محمد توقع حاجة أخرى على التصريحات قال. إذا تصريحات شيء، فما حاجة أخرى باش نقول لك عليها. وقت اللي اتفقوا يا سي سامي أنت مسؤول في مستير وأنا محمد الكوكي تجيبني. حتى لو أنت ما تسألنيش أنا كمدرب. مش حاجتك. نقيم الوضع تاع الفريق ونقول لك تفضل خويا جبتني. تشرفت والكل باش نوقع معاك وباش نخدم. شنو مطلوب مني؟ وقت اللي تقول لي بطولة نقول لك أعطيني ملعبية. راك خسرت ملاعبي 2 3 ما عندك، راهو الليفكتيف اكتويل اللي عندك ما ينجمش ياخذ بطولة. ما هو انت كيما تحب تدافع على روحك انا كرئيس وانت زاد مدرب، ما الجزاء ما تزجف ما تدخلش في المتاهات هذيا، ما عندكش النتائج تحكم. اذا حتى المدرب راهو عنده مسؤوليه باش يختار الفريق اللي يدرب اخويا احسن من اللي هيك. اولا ثانيا ما كبش الفداء كيما خالد صالح هو المدرب. فوزي البنزرتي كان يعرف ايراني، تو ما عادش عارف ايراني في الرجاء وداد في الوداد يا ربي. عنده مشاكل كبيره متشبثوا به برشا الحق، عنده مشاكل كبيره. انا كفوزي نستقيل. استقال ظهري مرتين ولا ثلاثه مرتين وما حبوش انا مش معقول النتائج، علاش عيطوا له الوداد؟ يعرفوا قيمته. لا لا اللي صار متوقع، تو انت جيت تزج ولا تدخل رئيس النادي الكاريزماتيكي اللي عنده عشرات السنين، جيت تدخله في الحبس ما بيصيرك الكومبلو بيصيرك التعاطف بيصير حتى انكونسيامون عادي. نتائج وداد منطقيه، فوزي ما كانش محظوظ المره دي، رجع في وقت غير مناسب، هو رجع وهما قبضوا على رئيس النادي. احمد اللي نعرفه انا في المغرب
انه هما رجعوا فوزي البنزرتي خاطر يعرفوا قيمته باش علاش خاطر يعرفوا هو التوقيت هذا باش يشد الجمعيه هو رجع قبل القبض على رئيس النادي هو ما كانش محظوظ هو بدا مباشر معناتها العمل نتاعو تم تقريبا بعد جمعتين وثلاثه تبع فيه انا الدوري نعيش في المغرب ونعرف الدوري ونعرف ايش فما ونعرف سعيد النصيري ونعرف لقعج ونعرف لقجع دونك شنو اللي صار هو علاش تشبطوا فوزي البنزرتي خاطر يعرفوا قيمته في 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 المغرب وسيرتو في معناتها في كازابلانكا براو ما نسوا ما تتصورش انا قعدت معاه مره في كازابلانكا ما تتصورش قيمه العباد اللي تجيه يعرفوا هو توا فوزي البنزرتي كان يخرج تصير كوارث دونك قاعدين متشبثين بيه على خاطر الوحيد ينجم عليك. يعمل هاك السيرينتي نتاع ليكيب فهمت مدرب ويجيب نتائج يجيب نتائج على هنا ناخذه صحيح انسان مدرب فاشل وتاخذه ما خديته له ما نجح اذا حتى المدرب له دور في اختيار الفريق في الاختيار نتاع الاختيارات الاداره شنو تحب تدير شنو اللي بتاخذه اخي يعطيك الصحة شكرا لك سي هذا شرفتنا بحضورك اليوم ايضا احمد الصالح بارك الله فيك سامي العروسي شكرا محمد العريضي شكرا ايضا منال سياسي في الاخراج وميمه في الاعداد ايضا محمد في الاخراج الرقمي اجمل تحيات اسلام